في مسألة بس نود بيانه، وأغلب الناس اللي بيسألوا زي ما سألوا أخونا ده، في واحد اسمه عدنان إبراهيم ده عنده منبر في نمسا، ده تلقاه تالي منبر لابس كرافتة ومعه بطلة وبنطلون وقميص، بخطب في منبر ومنبره في نمسا، ده بيدعو لنفس الأفكار اللي سألوا فيه أخونا ده. وتجد بعض الناس عندنا في الداخلية بيسمعوا له تقريبا، بل أغلب الناس من الشباب تجده بيتفلسف، لقيته يتفلسف ترجع لمراجع وهو بيقراه تلقاه بيسمع أول واحد لأتنان ده. أتنان ده أول شيء بيدي علم الغيب، إنه بيعرف البكرة بيحصل شنو وكذا، وإنه بيسيطر على المعلمين في الامتحان وخيره من باطل، وكذلك بينكر عذاب القبر، وكذلك بينكر سدرة المنتهى زي أفكار المعتزلة والترابي وخيره. ده فكرة أتنان، تجد أغلب الناس مغشوشين به وبدأوا قال الإسلام، ومرات بدأ السلفي ومرات بل وصل لدرجة أتنان إبراهيم بيقول حتى الله تبارك وتعالى قال أخطأ لمن خلق الإنسان، والله الذي لا إله خيره. قالوا له ليه؟ قال لأن الخصيتين، قال أجمع عليه الأطباء إن الخصيتين بتاع الرجل أكرامك الله، قال ما من افترض يكون ببرة، قال من افترض يكون بجوه، وقال برضو في خطأ اجتمع عليه الأطباء في خلق الإنسان لما خلق شنو العيون بتاع الإنسان، برضو قال فيه غلط. عشان كده نود إنه المشايخ دي اللي بينوا لنا مفهوم بتاع عدنان إبراهيم ده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أخواننا تعرفوا وتتأكدوا تماما إن أخواننا الدين ده عنده أعداء. ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو تتبع ملتهم. ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا من الشبهة ونصيرا من السيف. فربنا قال أيضا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والشبهات يا أخواننا ما جديدة، الشبهات بتاعت العقل وما العقل وأفتكر وأرى دي ما جديدة، ما جاب عدنان إبراهيم، وكل غالب الشبهات الجابة دي جابوها ناس زمان، يعني يمكن يكون أول واحد جاب المنهج بتاع ناس عدنان إبراهيم، أول واحد في الدنيا هو إبليس. يعني أنت قال عدنان إبراهيم ما عنده سلف، عنده سلف، لكن سلفه بئس السلف، السلف الطالح إبليس. لمن فكر تفكير بليد وربنا قال له أسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أول زول قاس قياس فاسد إبليس، وتبعه بعد ذلك أئمة والضلال على اختلاف الأمم والأزمنة والأمكنة. فديل يا أخواننا الواحد بيعتد بعقله وبيشوف نفسه إنه فاهم وكذا وكذا، يعني شوف من البلادة إنه قال بيدعي علم الغيب وإنه شنو قال بيسيطر عليهم، كيف يعني يجيبوهم يحلوا له ولا كيف؟ ها هذا هو ساكت، انا ببقى معلم خليه يجي يسيطر فوقي، كلام فارغ ساي يا ناس، كلام فارغ. اول حاجه زول اللي بيدعي علم الغيب ده كافر بنص القران، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله، الرسل ما بيعلموا الغيب. خليك من عدنان ابراهيم ده يبقى والداعيه، مش اخر زمن وده يبقى والداعيه. ربنا قال الرسل ما بيعلموا الغيب، ربنا قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب، والملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والجن ربنا قال فلما خر سليمان عليه السلام كان الجن شغالين له وهم متكي على العصايا، جات دابة الأرض أكلت العصايا وهم شغالين قال إنه براغبهم، ربنا قال فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا، لو دي حرف شنو امتناع لامتناع، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني امتنع إنهم يبعدوا من العذاب المهين لامتلاع علمهم بالغيب. وربنا قال عن الصحابة ديل لو في ناس بيعلموا الغيب أو مخلوقات بتعلم الغيب الخمسة ديل، الصحابة ربنا قال ما وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فما في أحد بيعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما عدنان إبراهيم ده زول دجال وكذاب ساكت. بعدين أنت تعرف الامتحان ليه؟ الامتحان ده ما يزبطن، أنا بمشي بشيل بخش المكتبة بشوف الامتحانات تحت السنين القديمة في المادة، في سؤال ثابت عرف،
في سؤال ثابت فيه كده كده، بجيب مغال مثلا نزغنون فهمت كده، باجي بحفظ في ثلاثة مغالات أصوم. انت دار تسوي شنو قاعد تسوي شنو بتقراين وكده خشيت، ده ما فيه علم غيب، ده ما فيه علم غيب، عرفته. لكن انت لو صحيح بتعلم الغيب تعالي عدنان ابراهيم ورينا بعد سنة بيحصل شنو في البلد دي، فما في احد بيعلم الغيب يا اخي، ده كله كذب وباطل فهمت. وادله كثيره من الكتاب والسنه، عائشه رضي الله عنها قالت اين انت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرساله فقد كذب، ومن زعم انه يعلم ما في غد فقد كذب الى اخر. فما في زول بيعلم الغيب وبيعلم ما في بكره، ده كله باطل. ثاني قال شنو؟ قال ما في سدره منتهى، قال شنو فيها؟ ها وينو؟ أنكر سدرة المنتهى. ما ده زول بينكر القرآن، نعمل له شنو يا أخوان؟ أسي زول يتخيل زول جاء غلطني إنه الخشبة دي هنا ما قاعدة، ده أنا لو اتناقشت معه مش أنا بليد؟ أنا ذاتي لو اتناقشت زي ما قال الشاعر، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. كده أنت يتخيل إنه في نفرين بيتغلطوا إنه ده النهار، مش المفروض الاثنين تديهم حبة منومة؟ الاثنين تديهم حبة منومة، ولا تفتش جيوبهم دي بكون فيها سيجارة خضراء؟ لانه ما ممكن انا اكون زول عاقل اقعد اناقش لك في حاجات زي دي. وربنا ذكر سدره المنتهى في القران، ها عند سدره المنتهى عندها جنه الماء، والموضوع انتهى. فده بغالط ساكت، وده شل يا اخواننا شل بتاع يهود، ده عدنان ابراهيم، وفي واحد كده ولد نايم ميزو الواد ميزو ذاك عرفته، وتاني في واحد اسمه مين كده، ها مين كده اسلام بحيري، اسلام البحيري، كم واحد ديل محركهم واحد اسمه مين كده بشارة، عزمي بشارة، عزمي بشارة ده قاعد في الكنيسة الإسرائيلي، ده بيجي يقعد معاهم ومقعدهم كلهم، وعندهم اجتماعات في فرنسا وغيرهم قاعدين، ديل بيقول لهم مستشرقين بيحاولوا يضربوا المنهج بتاع الإسلام من ناحية فيما يظنهم ناحية منهجية وفكرية، فبيقوموا يبصوا الشبهات دي ويطلعوا لك الشبهات وإنه في تناقضات، وناس مجرمين ساكت ما عندهم علاقة بالدين ولا بالإسلام. زي ما قال أسي قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال أجمع الأطباء، ودائما يا أخواننا هم بيستعملوا الكلمات اللي بتخلعك واللي فيها شيء من المبالغة والتهويل، يقول لك أجمع الأطباء. طيب وينهم الأطباء اللي أجمعوا ديل؟ وينهم هم؟ ما في ذاته. قل لي سمي لي اثنين بس أجمعوا إنه خصيتي الإنسان الخلق بتاعهم كان غلط. زول ده ماله يا ناس فهمت؟ زول ده بخلينا نمشي معه محلات تانية. فده زول بليد الإنسان ده يا أخي. ربنا قال خلق الإنسان شنو؟ ها؟ في أحسن تقويم. ربنا خلق الإنسان ده في أحسن تقويم. أنت لو عاينت للشغلة دي من نواحي كثيرة، الشغلة دي في أحسن تقويم يا عدنان إبراهيم الله يهديك. طيب بعد ده قال إنه قال تاني من الخطأ التاني قال في شنو؟ عيون الإنسان مالين قال ها؟ في وين أجمع وينه؟ هو إذا كان شوف عيون الإنسان والعيون بتاعت الشيء القريب للإنسان بيجوا يحاكوا بها في العربات وفي الهناية، يكون غلط كيف؟ تكون غلط كيف يعني؟ كده ورينا الغلط في شنو؟ الزول ده أخوانا زول عجيب، زول بليد. بعدين هو ما متخصص، هو بيدعو إلى أنه الناس ترجع للعلم. أنت ما متخصص، وينهم الأطباء اللي قالوا في غلط في خلق عيون الإنسان؟ بل عين الإنسان دي الناس بيقروا لها سنين، العين دي عشان انت تتخصص فيها كلية كاملة، دي الكليات الوحيدة المنفصلة من كلية الطب، الأسنان والعيون، صح ولا ما صح؟ براءة تقرأ براءة من سنة أولى لغاية ما تتخرج. في ناس متخصصين في القرنية، وناس شبكية، وناس بتاع عين وليس مجنو موية سوداء وموية بيضاء، عرفتها حاجات كثيرة، وفي بياض وفي سواد وفيها شنو نظر بؤري وفي حاجات كثيرة. فده انسان زول جاهل، ده شغل بتاع تهويل، وين الغلط؟ يعني العيون يكون من فوق كده؟ طيب خلاص احنا نمشي مع عدنان ابراهيم بالمنطق بتاعه، العيون بيجن بيجاي حتمشي كده صح؟ تقعد تعاين كده، ظهرك حيجيك غضروف صح ولا ما صح؟ بيجن بورا ما بتقدر تجري لورا سريع صح؟ برضه غلط، بيجن بالجنبات هتعمل كيف؟ دي ترى شغله 12 ساعه يمين ودي 12 ساعه شمال، يكون وين؟ يكون في الكره تحت بتملن تراب ها تعتلين ولا سولين شنو؟ فده زول بليد اسي كده من ناحيه منطقيه ساي الكلام ده. عشان كده اخواننا شوف اعداء الدين ديل اي اسلوب يحاول يشككك انت بيسويه.
فده كله كلام باطل وكلام فارغ. المسألة الثالثة اللي قالها مسألة عذاب القبر، مش عذاب القبر. طيب نحن عدنان إبراهيم قبل ما نخش للأدلة، القبر ده جوا فوق شنو؟ هل ده من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة؟ ها؟ ده من أمور الغيب ولا أمور الشهادة؟ قال لك إنه في نعيم ذاته منه، ما هو بقول لك عذاب ما في، طيب عذاب ما في نعيم، يقول لك هاي. قال لك في نعيم منه حصل، يقول لك ما حصل، فتحنا قبر لقينا نار مولعة أو زول بيعذبه. طيب هل فتحنا قبر لقينا فريون شغال ولا زول بياكل في تفاح؟ حصل لقاك؟ ما حصل، يبقى ما في، برضو ما في نعيم. الزول بيرقد كده وبيتوري يوم الغيامة يتمغى ويمشي للغيامة. هل ده كلام صحيح؟ فده عالم غيب. عالم الغيب ده ما فيه مدخل للعقل يا أخوان، ما فيه مدخل. عشان كده ربنا مدح المؤمنين، اسمه مؤمنين ليه؟ لأنه ربنا قال يؤمنون بالغيب. الغيب هو خلاف الشهادة، ما غاب عن علم الإنسان، ده الغيب، عرفته؟ فربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرونا بأنه في شنو؟ في عذاب جوا القبر. عشان كده ناس عدنان إبراهيم ديل نقولها بالمل الفم المليان، فهمت؟ إنه ديل ناس كفار، تب ما فيهم أي شك، كفار عديل. زول بيجي يقول بينكر له حاجات مش ثابتة بأدلة وآيات كثيرة، عذاب القبر بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون في سورة غافر وعن مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون ده حال وفعل مضارع يدل على الاستمرار، يعرضون عليها أي على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. وده في ورد على الناس الأنكروا عذاب القبر، قالوا الكلام ده يوم القيامة. هنا ربنا جاب بالفعل المضارع، وهنا بعد ذلك قال ويوم تقوم الساعة، يعني العذاب ده شنو؟ قبل ما الساعة. ونحن الآن عارفين إنه فرعون شنو؟ ما في الدنيا، ولا هو الآن في شنو؟ القيامة قامت. يبقى هو قاعد وين؟ قاعد في البرزخ، حياة البرزخ. فربنا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شنو؟ أشد العذاب. دي آية. آية ثانية ربنا قال في سورة الأنعام، ربنا قال: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم. اليوم دجنه دجنه ده ظرف بتاع زمان. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي شنو تستكبرون. وربنا قال هناك في سورة الأنفال برضو عن عذاب الكفار، ربنا قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل، بيحصل شنو؟ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ده من القرآن، أما من السنة أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة إن عذاب القبر حق. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف مشهور عند الناس إنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. وغير من الأدلة الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت وجبة في المدينة، صوت يعني، فقال: وقد وجبت الشمس. فسئل عن ذلك قال: يهود تعذب في قبورها. وأدلة كثيرة جدا. بعدين الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الكافر قال: يأتيه ملكان فيضربانه بمرزبة، قال: فيصيح فيسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال: وكان أهل الإسلام، شوف المؤمنين كانوا بيشتغلوا كيف، إذا مغلت بطون خيولهم. المغل ده زي الإمساك، الخيل لما تأكل لها حاجة يمسك يجيها إمساك. قال: عشان يجروا البطن بتاعه بقال بيربطوها جنب قبور اليهود والنصارى، لما تسمع الجلد الجوة ده قال فتسيل بطونها، فهمت؟ وأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة في مسألة نعيم القبر وعذاب القبر. تاني قال شنو؟ فالناس يا أخواننا ديل ما يسمعوا لهم، زول ما يسمع لي وما يعجبك الكلام المنمق وكذا، ما عندهم عقل. والله أبلد خلق الله المجموعة دي،
عدنان إبراهيم والمستشرقين والمجار مدل، وهم دين لو بيفهموا لو بيفهموا كان صدقوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن يا أخواننا إنسان اجتمع فيه من الصفات أنه أنصح الناس وأعلم الناس وأحب أحب يعني يحب الخير للناس كويس، فهذا يجب تصديق خبره وطاعة أمره والانتهاء عما عنه نهى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لو انت من ناحية بس تعقل بتفهم النبي صلى الله عليه وسلم ده أصدق الناس وما كان جاي لدنيا ولا إلى آخر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدك وبين لك وأخبرك بأمور وأخبار فأنت تصدقها. وفي أمور بتخليك في القرآن ذاته أمور مادية بتخليك تفهم، أمور ربنا ذكر لك ها وطلع الصدق زي قول الله سبحانه وتعالى عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، خش وين أبو لهب مات على الإسلام ولا الكفر؟ شوف الآية دي نزلت وأبو لهب ماشي بكرعينه، شوف لغاية ما مات أبو لهب ده ما أسلم. ربنا قال سيصلى، السين دي للاستقبال، يصلى فعل مضارع، نارا ذات لهب، ربنا قال حيخش جهنم، وأبو لهب سامع الكلام وبعد ما خش ما خش الإسلام مات على الكفر، عرفت؟ ربنا قال اقتربت الساعة وانشق القمر، الآن العلماء بيقوا بيتكلموا عن الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى قال عن المشركين سيهزم الجمع ويولون الدبر، وغير من الأمور المحسوسة، الأمور المحسوسة اللي بتخلي الإنسان يعني يأخذ شيء مادي. عشان كده العلماء ألفوا حاجة اسمها دلائل النبوة، يعني الأمور المادية اللي بتدعو الإنسان للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، في ناس ثلة ومجموعة في كل زمان ومكان بيكونوا متمسكين بالإسلام الحق. الليلة لو فتشت ما بتلقى الإسلام ده منتهي في الأرض كله، مثلا في محل معينة قد يكون الإسلام ما في محل معينة قد يكون فيه تحريف فهمته ويكون فيه دخن، لكن الإسلام الصحيح يبقى ما في الأرض ما في. هذا من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن كثير من أشراط الساعة، الآن يكثر الهرج والفتن وتكثر النساء ويقل الرجال، ده حصل أمور كثيرة مادية الإنسان لو شافها ممكن يفهم ويكون عنده عقل، لكن ديل يا أخوان أصلا هم ما مسلمين دارين يشككوا الناس بس. عشان كده بعد مرات عدنان إبراهيم تلقاوي ماشي مع الشيعة، والله لقد وجدت إيران وأنا طبعا لا أتعصب لا إلى الشيعة ولا إلى السنة. ها أنت قاعد وين أنت ود الحلال؟ واحد يقول لك أنا لا قاعد في الأبيض لا قاعد في الأسود، وقاعد وين تبتغوش على منه؟ يقول لك نحن لا مع يعني لا بحب أبو بكر الصديق ولا بكره أبو بكر الصديق. ها بتحب منه أنت في عبده ولا منه؟ أنت بتحب في منه ذاته؟ ده ما سؤال. فده الناس ناس مجارمة وناس كضابين، عرفتها؟ فهو شيعي، زول ده شيعي كلب مجرم، يصيب في الصحابة ويشتم في الصحابة. ليه؟ لأنه الصحابة ديل داسوا الكفر ده، ناس ديل يعلمون تماما أن المسلمون إذا اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم أن لهم الرفعة. عشان كده دائما بيحاولوا يحرفوا لك التاريخ ويطعنوا في الصحابة وينبذوا في الصحابة زي ما بيعمل عدنان إبراهيم ده ذات. يا أخي ناس يتكلم عنهم ربنا في القرآن وهم ماشيين بكرعينهم، ربنا قالهم في الجنة وكلا وعد الله الحسنى، انت تجي تطعن فوقهم وتنبذهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فدل ناس مجرمين. طيب سؤال أخير، ما هو الفرق بين النميمة وبين الدعوة عبر جرح الأشخاص الذين يدعون إلى الباطل؟ هو نقل الكلام على جهة الإفساد، لكن ده نقل الكلام على جهة التحذير والنصيحة. يعني الليلة مثلا جاك زول داري عرس أختك أو خالتك أو بيتك أو إلى آخر، وانت عارف داك زول بتاع بنجو وشغلته ملخبطة وبينطط في البيوت بالليل فهمت، ويوميا مدخلينه الجسم وانت ذاتك بين هبك وطاعن له كم نفر كويس، وجو سألوك اسمع الزول ده كيف، او ما سألوك مش يتقدم لجارك او لقريبتك او قريبك تمشي تقول لهم انا سوي والله زول ده صفته كيت وكيت وكيت، هل انت قاصد انه ما يدو؟ بس ما قاصد كده، انت قاصد شنو؟ تحذيرهم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا الكلام استدل به العلماء، النووي ذكر حديث فاطمة بنت قيس صحابية جليلة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني اتقدموا دارين يعرسوني، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك
في لغة العرب معناه فقير. وأما أبو الجهم فكان فلا يضع العصا عن عاتقه. خلاص، بعض العلماء فسروا أنه كان يضرب النساء، وبعضهم كثير الأسفار. ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن معاوية وعن أبا الجهم رضي الله عنهما، وهم من أهل الجنة، لكن لمصلحة. وهي شنو يا أخواننا؟ لأن تتزوج الأصلح لها. فالعلماء قالوا إذا دجاز في الزواج من أمر الدنيا فكيف بأمر الدين؟ دي إذا زوجته ممكن تتطلق منه، لو لقيته مثلا خلقه سيء، لو لقيته زول ما بيصلي إلى آخر، بتتطلق منه، أهلها بيعملوا معاه مشكلة، بتتخارج. حتى لو ماتت وهي في عصمته، في النهاية إذا اتغط الله سبحانه وتعالى وهي خالفته وكرهت ما هو عليه فإنه لا يضرها شيء. لكن ده إذا إنسان بيأخذ له دين من بني آدم، بيقول له إنه غير الله بنزل المطر، ها؟ قال يجي زي الكلام البداوي لك شيخ أحمد ده، قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. شوف الكلام ده، تعتقد لك زوج زي ده؟ في زوج زي ده؟ ده إذا مت أنت تورطت ورطة كبيرة. أيوة ده قال بيع المطر في سماء، هذا المقطع موجود هنا، وده كان قاعد في المولد، الزول ده قال الكلام ده في المولد، جزاك الله خير أخو. عرفتها؟ اسمه صلاح الدين البدوي الخنجر، وده بقري في جامعة أم درمان إسلامية تفسير. وأنا ما أعرف ما قرأ قول الله سبحانه وتعالى فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم، شوف التحدي ده كيف، أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فده أخواننا منهج، عشان كده آخر وصية نحن بنوصي بها نفسنا أول والطلاب خاصة في هذه الجامعة، إن أخواننا المسؤولية عليكم كبيرة، والله الذي لا إله غيره مسؤولية عليكم كبيرة. وإنتوا لو راجين جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا غيره من المسميات يبصر الناس بالدين، السودان ده بكون فات عليه خير كبير، إما فات عليه الخير كله. عشان كده أخواننا الزول يتعلم، والمعلومة العرفة وعلم الآخرة ما ترجو به والدنيا ما بتلقى به قروش، انت بتدفع فيه ما بتشيل منه. يعني لو انت داير عايد، شوف انت لو داير عايد اول حاجة ما بتبين الحقيقة ولا بتتعلم صح. بيقول لك احنا دايرين نقرأ قراية تجارية، القراية التجارية دي ما بتبين الحق للناس، فلا بد يا اخواننا الزول يتعلم علم صحيح يبين للناس الحق ويدعو الى الله سبحانه وتعالى. وهذه اعظم وظيفة، لا دكتور لا مهندس لا غانون لا غير ما غانون، أعظم وظيفة هي الدعوة إلى الله. ربنا قال ومن أحسن، أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومهما كان عليك من المعاصي فادعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما تقول يا أخي أنا بعمل كده وناس الحل عارفيني وبتاع، أدعو إلى الله، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ما تعاين للناس، بلغ الحق للناس، بين الدين للناس. وأعظم حاجة ربنا يشرفك بها إنك تدعو لحق ربنا سبحانه وتعالى، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فأنت مبلغ عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم أبدأ جاسف الشغلة، أبدأ كده أحفظ الآية تمام، قل لي أنا سوي والله ربنا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز دعاء غير الله، ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أنت كده داعية إلى الله، الداعية ما إلا بالشروط اللي بيعملها لك. كثير من الناس بيعملوا شروط للطلبة ذاته حتى في الجامعات، يقول لك عشان تكون داعية صفات الداعية المميز، وبخدت لك شروط وهمية ساكت وذاته ما شغل بها، أن تكون حسن المظهر، وفي حسن المظهر دي بديك شروط إلا أنت تكون متسابق في رجل جمال العالم، صح ولا ما صح الكلام ده؟ يقول لك العمة تكون طائرة كيف؟ فهمت؟ والجلابية عاملة كيف؟ ونحن ما قلنا لك أبقى وسخان، لكن ده شنو داس؟ وبس داير يثبطك في النهاية، والشال يكون كيف وتكون ظريف، ويجيبوا لك المقعد، وتكلم الناس لما تكون البلد طراوة والهواء ضارب، أنا داير أبلغ دعوة ولا داير ألف السيجارة أنا؟ أنت ما هون في مخك؟ تبلغ الناس دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، محل ما تيسر لك طوالي تبلغ الناس الدين، عرفته؟ ويجي يدوك شروط، ولا بد تتعلم من العلم تعرف الناسخ من المنسوخ، هو ذاته ما بكون عارف معنى الناسخ من المنسوخ، وتكون عارف اللغة العربية كلها،
وتكون حافظ القرآن وحافظ الحديث وحافظ وحافظ، ما إلا حافظ. بلغ الحق للناس، ولو ما عارف معلومة بس القدر عارفها دي بلغها وفوت مش قول لهم يا ناس ده مبلغ علمي. وكل مرة زيد ربنا يبارك لك ويزيدك ويعينك ويسددك ويرفعك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الآخرة أكبر همه، قال شنو؟ جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي شنو؟ راغمة. ومن جعل الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، فما تشيل الهم. فزول يبلغ الحق للناس، وما تقول يا أخ فلان يا أخي يا أخ ما الموضوع ده لابد يجي فلان عشان يتكلم وفلان عشان يتكلم، وفي ناس أنا أتكلم ليه والموضوع ده أنا مالي ومالي، وكل شاتة معلقة في عصبتها. لما تلقى البلد كلها أشياء معلقة من عصباتها، بلد تلقاها كلها معلقة. زول داري يبلغ الحق، ما تبلغ طوالي آية حديث تبلغ للناس، معلومة معينة تبلغ للناس، كده يا أخوان الحق بينتشر. والصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد أبو ذر رضي الله عنه أسلم في صحيح مسلم، عرف الشهادة قال والله لا صرخن بها بين ظهرانهم، مشى جنب الكعبة قال ضربوا لغاية ما بقى زي النصب الأحمر، زي النصب اللي بيضحوا فوقه بقى أحمر، لغاية ما جاء العباس وزح منه المشركين قال لهم أما تعلمون أن غفار أن الرجل من غفار وأنه طريق تجاركم إلى الشام، حتى ربنا سبحانه وتعالى أنقذوا بالعباس. ولذلك يا أخواننا أنت تبين ما تلاوز ربنا سبحانه وتعالى بعينك، وده ظننا إن شاء الله في طلاب جامعة القرآن الكريم، ويعني المسؤولية عليهم مسؤولية كبيرة، فالناس تتعلم وتخلص النية وتعلم أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح. ولا تلتفت كما قال السلف، قال لا يغرنك كثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين. لا لأنه أنت الليلة لو جيت تتكلم في المواضيع العامة أسئلة، لو مشيت أي إذاعة أو أي تلفزيون أو أي جريدة يقول لك اتكلم لنا عن الوضوء أو عن بر الوالدين أو كذا، في أمور ما بيختلف معك فوق ولا اليهودي ولا النصراني، فضل الصيام وكذا. لكن مما تجي للأمور اللي بيحتاج لها المجتمع، والداعية ده يا أخوانا ما بوجهه إعلاميين ولا عطالة ساكت، تعني انبسغت واحد تلقى مؤهلاته كله إنه رابط نص افتكر، وإنه ولابد يا ذولا زح بعيد قاشك دار بشتريه بخمسة جنيه دار تنظر لي بقاش عشان ربط لي قاش وعجبته المصيبة القدام دي لمعة يا ود الحلال ما تختانا. انت اللي بتوجه المجتمع، الدكتور ده بيجي يقول لك يا ذول هو انت الكراع بتاعتك دي دار نظافة تمام كويس، دار ديتول دار عملية دار بتر، ما بزول بغلط الدكتور وشي بيكرهه ها؟ لما يجي الداعية ويلقى المرض في الناس ودار يعالجه الناس يعادوا. ولذلك يا أخواننا دخل كثير من الناس يعزفوا عن موضوع الدعوة دي، يقول لك يا زول الموضوع ده صعب، وبعدين الموضوع ده يقول لك ما فيه قروش، في ناس دايرين الظروف يجيبوا لك يا زول طربيزة فرشوا عليك ويجيبوا لك المازة وتشرب الشيطانة بعدها بتبيعها ويضرب يا مولانا. طبعا والله يا أخي المرض دي أنا طلقتها 3 مرات وبانت بينونة كبرى ولينا 12 شهر ما في مجازفة، والله طبعا اختلف فيها العلماء على 4 أقوال، وبعدين لاقيني في البيت شيل التلفون من الإذاعة لأنه يديه 50 جنيه يرجع له. يا زول يا ناس ما رأيك في الطريقة التجانية اللي قالوا صلاة الفاتح تعادل القرآن 6000 مرة؟ طبعا لا يعني يا أخواننا الأسئلة الخلافية التي تمزق الأمة، والأمة مليئة بالجراحات من الليلة، ولا سؤالي ده جراحة؟ أنا قاعد أنظف في الجرح، أنت مليت جراح وأنا قاعد أنظف في الجرح، ده كله لف ودوران. فدخل كثير من الناس يعزفوا، أنت ده كله ما يهمك، دار تعالج الوضع ده، تصبر زي ما صبروا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ربنا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأنت دائما لما تجي حاجات بتخالف عادات الناس والشيء اللي قاموا عليه ها بيكون التغيير فيه صعب، التغيير بيكون فيه صعب، لكن الإنسان إذا صبر ربنا سبحانه وتعالى بعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا والمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.